إجا موسم الصيف وإجا موسم البحر طبعاً، ولكن كمان بلبنان إجا موسم الباربيكيو مع الصيفية والمشاوي وهيك الجمعات اللبنانية كتير كتير بحبوا يعملوا. ومن شان هيك جمانة خصصت لنا اليوم يعني حلقة عن الباربيكيوز، الأكسسوارات، التزبيط، الديسبلاي تبع الباربيكيو وأنواع الباربيكيوز اللي ممكن تكون عنا بالجنينة. هاي جمانة. هاي رانيا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مع كل الأكسسوارات اللي بيجوا معك. مع أنا والغراض يلي بيجوا معي. صحيح. حبيبتي ثانك يو. أول شيء بدي حيد أختك رانيا، سمعتك عم تقولي اليوم عيدة. ليك شو جبنا لها؟ ليك جبنا لها هيدا الخدو، هيدا لإلي كلارا. الجاتو يلي موجود معنا على الطاولة. هيدا لإلها. أوكي ثانك يو. اليوم هيك حبينا تكون الحلقة خاصة بالباربيكيوز، ومين منا ما بيحب الباربيكيويات والباربيكيو بارتيز. هلا قبل ما نحكي شوي عن أجواء البارتيات، بحب أقول إنه الباربيكيوز مقسمين لعدة أقسام. في عندك الباربيكيو يلي على الفحم، يلي على الغاز، والابيخ واحد الالكتريكال يلي بتشكل بريخ. اي هيدا الجريل الصغيره. اوكي ذس از نوت ريل باربيكيو، بس في كثير ناس بيقولوا هيلثي ونحن بنحبه. وفي ناس ما عندهم خيار جمانه، يعني الناس اللي ما عندهم جاردن او ما عندهم exactly. مساحه سو مش غلط انه ناكل شيء بالخيار الموجود. بس احلى انواع اكيد الانكونتورنابل الباربيكيو على الفحم، طعمة الشوي بتطلع يلي بيكون منه هو هيك فخار ومعمر قديش exactly. حلو. صح صح. في عنديك عدة أحجام، عدة ديزاينز، عدة أشكال، ممكن إنه نعملهم كاستم ميد مثل ما قلتي هلأ رانيا من خلال البريكس والحجر الناري وكل الأشياء الخاصة بعمار الباربيكيوز. وممكن يكونوا صغار قد هالشنطة يلي بعدين فرجيكم شوفي بقلبها. يلي خبيتينا شي هون فيها. كله مسارك أشكا. بس شفتها لهيدا الشنطة قلت لهم لا مش معقولة خارج يكون فيها دولارات. سو ممكن تكون الباربيكيو صغير قد هالشنطة، المنقل الفحم العادي يلي كمان بيطلع لنا مشاوي رائعة. والكبير الكاستم ميد يلي ممكن يكون بالبريكس أو معمر ضمن الخشب ضمن الكونكريت. هلأ بيقطعوا معنا صور، رح نشوف الصور على كل حال، يلي بيعطونا فكرة شاملة عن كل أنواع الباربيكيوز يلي ممكن نشوفه. هيدا المنقل الصغير يلي عم خبرك عنه يلي هو هالقد صغير وسمبل، ممكن ينحط على درابزين اي بالكو. يعني ما حدا يقول لي ما عندي جنينه، اوكي هون ما تطلعوا على الجازون برا، ما تطلعوا على الجازون، فيكم في بنايه هون اعتبروا ما في جنينه، يعني هيدا معمول للبلكين. صافوا خلص حطوا وشو فحم هون وهيدا فحم، وخلينا ننبسط بالباربيكيوز. هلا اذا بدنا ننتقل على الباربيكيو جمانة، عفوا بس للتوضيح، هول كلهم موجودين عندنا بلبنان، ممكن نلاقيهم بالاسواق. اكيد طبيعي. هلا هيدي الصوره بدي وجه لها تحيه لميمي، بعثت لي اياها من لبقى. هيدا باربيكيو كاستم ميد معمر بالبريكس، وهون كثير مهم نذكر انه الفويي يلي بفوت فيهم الاسياخ المشاوي اليومي لازم يكون كله معمر من الحجر الناري اللي بيحمل الحراره واللي بيحمل درجه الحراره اللي كثير عاليه. وهون بنلاحظ بالصوره في دخون دخل، دخون بياخذ دور السشوار. تعرف السشوار؟ السشوار لما بيكون عندك منقل الفحم الصغير اللي عم تطلع علي تريز اتنتيفون، انا كثير مبسوطه من الشباب مركز على الموضوع. الموضوع هممون. السشوار بتنفخ بتدور هالسشوار على الفحمات لحتى يلعب الهواء ويولعوا مزبوط ويضلوا ولعين مولعين وهويله وشرائيته وحاله. يعني يعني من اجواء الولعان اللي عم بيصير بالبلد. شفتي ايه. كيف بنقي لكم مواضيعي كلها، بس هذا غير نوع من الولعان. هيدا موضوع بشهي وحلو. صحيح. سو هون عم رحنا على هيك انتي بلوس سوفيستيكي للباربيكيوز يلي معمولين بلت ان ضمن الخشب، معمر لهم حيط كونكريت ورا منهم هيك بارتفاع شوي اعلى من الباربيكيو. بنلاحظ في كمان ايفيي حد الباربيكيو لحتى اذا واحد اضطر يجلي صحن صحنين. هون عم نشوف جنينة كلها غير دنيا غير عالم، مزبطة بشكل بشهي روعة. خلينا نشاهد هون أكثر مودرن يمكن شوي صح. هون فتنا كمان على الالترا مودرن وفات الكاكتوس بجنينة والحيط الكونكريت وحالة. يعني أوكي هلا هون إجا السشوار يلي أنا بحبها كتير. هيدي الصورة هيدي كتير معبرة عن واقعنا اللبناني. وولعوا الفحمات وجيبوا السياخ وخلينا نبلش الشوي عن جد. هون بس حتى قلكم انه في كتير انواع سشوارات خصوصي
ما بعرف شو في اشي عم بتطير ولعت الدنيا. نعم. هيدي الشغله من وقعنا وضروري تكون موجوده بكل جنينه صغيره او بالكون لحتى يولع الفحم. هيدا بينعمل سيشوار خصوصي للفحم لما تطلع ريحته بعدين بس تدوريه فحم. فهيدا بس نوضح للناس اللي ما بيعرفوا هيدا سيشوار الفحمات. صح ليكي ما فينا نستعمل هالشعر. رانيا ليكي لحلك شغله، انا حدا كثير ترانسبرنت وبحكي الاشياء مثل ما هي. في سيشوارات خصوصي للفحمات ولكن في كثير بيوت بيستعملوا سيشوار الشعرات. سو انه مالي كمان بيزبط. هلا جربوا انه هووه برا شوي لحتى تروح ريحه الفحم. شفنا شيء اكسسوارات قبل شيء. هلا بدنا نقطع لل اذا بدك الاسم الثاني يلي هن اللي زاكسسوار. شو هن الاشياء يلي ممكن انه تحلي لنا هالباربيكيو بارتي؟ لانه بنعرف انه ما في ولا باربيكيو ما بتكمل من دون ما يكون في عنا ناس اوفر عنا بالبيت او بجنينه وات ايفر. هون عم نشوف الاسطوله الالومنيوم بكل بساطه. في كثير بالسوق هالانواع من السطل الاصغر الاكبر وفي منهم ملونين من كل الالوان. جيبوهم بعده الوان بعده قياسات وعبوهم. هون مبين معنا الشاليمونات المملح الملاح الخشب حتى الكفوف يلي بتتناولي فيهم السيخ هن وسخنين بتاع كله. هيدي شغله كثير حلو يعني هيك على السريع. ومش بس بتعطي هالجو الديكوراتيف الرائع. الصورة اللي بعدها هون عندك كل أنواع الصوصات، الباربيكيو صوص، الكاتشب، المتاخد أو الأمريكان ماسترد، هيدول لفرجيكم. ما بعرف أو شو هيدي صينية خاصة ومحاطين عليها كل هال شو بيسمون هون بالعربي الأناني الأواني يلي هن فينا نشتريهم خالصين فاضيين من أي ستار كبير عنا بلبنان. انتبهي أوكي وبتعبيهم أنت مع هالإتيكيت وعم ياخذوا لون البرودوي يلي موجود يلي موجود بقلبهم مع الاتيكات اللي بتكتب عليها بخط ايديك. هيدي فكره منها شيء وكثير عمليه وكثير مجبورين انها تكون موجوده على اي مائده باربيكيو. سو هيدي فينا نتبعها. البرغش هذه الحشرات المزعجه البعوضه اوكي البعيضه والبغيضه هيدي احلى شيء. تجيبوا اي بوم مربى فاضي عندكم عبوها المي مع الترانش الحامض مع الزعتر الزعتر الفريش بقلب المي. هي عملت ديكوراسيون لوحدها والشمعه بتجي خاصه لهالبعوض للبعوضات. عم نبدع انا بيكن بالنحو اليوم. طريقه ثانيه بور ديكوري ان جاردان كمان نفس الفازات بنعبيهم بترانشات البردقان وكثير حلو نخلط البردقان مع الحامض. بتجي عندك ترانش اورانج ترانش خضراء او اصفر وبيجوا منهم على كل الالوان وبتحطي بقلبهم هالورود البريه وبتوزعيهم على الطاولات كمان بيخلقوا جو كثير حلو. بس هون ما بدنا نحن نرتب هالقد البارد. لا لانه ما هيدا كله شامبان بدنا نترككم شبشر مثل الدلو يلي فيه الغراض. اكزاكتلي هيدي كله شباشيل انا جايبتهم يعني وكلهم خرابيش الباربيكيو بالفوكابولير تبعي. هيدي الطاولات الخشب يلي بنلاقيهم مستوتين على الشارع جبناها وعملناها ولاغوستيكلي بالضبط بشكل على الواقف عملت بار يعني ما بنكون دفعنا حق ولا فرانك وحطيناها بشكل بار تو سيرف لي بواسون والكبايات بنحطهم عليها كمان بشكل حلو وكمان مره مش بشكل مصفصف ومرتب مثل ما قلتي رانيا كثير صح. لا 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 بدنا هيك نخلي. شوفي شو حلوه هي غرامي انا مش معقول حبيتها هالفكره. البطيخ مقصوص بشكل تريانجولير مشكوك بقلبه هالخشبه مثل ستيك البوزه. حطيهم بجات وهلا بفرجيكم الجاتات يلي جبتهم معي. احلى طريقه للديسير واكثر شيء ريفرشينج. نعم سو هيدي كمان شغله حلوه. هون هالصوره حبيت فرجيها لنفرجي السيتنج الجنرال لاي باربيكيو. لازم يكون في عنا طبعا ان اديشن لباربيكيو بحد ذاته الطاوله مع الكراسي مع التنت. شايفه شو حلوين هيدول حكينا عنهم جمعة الماضي بياخذوا العقل. شغله كثير حلوه وكمان منا كثير مكلفه لنخلق هالشادو يلي نحن بحاجه له بجنيناتنا. هون الطاوله يلي مزينه بشكل كثير بسيط مع البنشز دو باغ اي دوتر يمين وشمال وهون عم فرجيكم هيك الاجواء الجنرال اتموسفير مع العالم مع الاناره يلي هن الجيرلاند لومينير هيك بيبيزي شو الجيرلاند؟ هول الضوية السادة شو مهضومين؟ مع لمبات هيك ترانسبيرون ولا اهضم من هيك هيك بس تغيب الشمس بنكمل الباربيكيو اكزاكتلي. بتعرفي اللبنانيه بحبوا يطولوا على السفره عن جد ما بيقعدوا نص ساعه وساعه هيك بتلاقي لا بدنا نرجع وبدنا ننبسط
ناخذ كل وقتنا. سو هدول هن الافكار. هلا ما بدكم تعرفوا شو في بقلب الشنطه. كثير بدنا نعرف. بدك تفتح معي دغري هلا. هلا انا عاجبني هول ديجا ديجا. اوكي. لا كله حلو. هلا هون هيدي انا لقيتها طريقه سوفيستيكي شوي اليغانت اكثر لحتى يكون عندنا الاكسسوارز تبع الباربيكيو. نعم. يعني هيدا الملقط يلي بنلقط فيه الغراض، هيدي يلي بتنطفي فيها الجريل رانيا. اوكي. هيدي بتدهني فيها بالصوصات اللحمه والدجاج وكل هالخبريات. اوكي. فيكي الحاجه ام الاختراع، ما معك هون براس شو بنستعملها. بعدين بتجيب السشوار اللي هوينا فيه الفحل. تكمل. هلا هيدا الشيء ايه كمان عم نشيله. هن لازم يكونوا ستانلس ستيل او اي ماتير الافضل. هيدي ماده الالومنيوم البروسي يلي ما بتتاكسد ما بتصدي كل هالاشياء. كيف عم يطلعوا معي هالجمل اليوم؟ هيدا انتبهي رانيا. جمانة بعتي هون البكت. هيدا شغلة كتير حلوة. هيدا عن جد لازم يكون موجود بكل باربيكيو بارتي. هلا هديك الحلقة حكيت انه فينا نحط كل انواع البواسون والبيض الابيض والشامباني والبيبسي وشو ما بدكن بقلب بيسين لولاد صغار. فينا نحطها كمان اذا بدنا نروح على شي سوفيستيكي واليجنت اكتر. صوب هيدا الشي مع الكبيات البلاستيك او الازاز والثلجات من كبهم والثلجات هو الصواني بنحط فيهم كمان كله الومنيوم هون كل يعني عدة استعمالات. ما تنسوا الديسير، اهم شيء الديسير الطيب بحياة الحفله. وهيدي كانت اكسسواراتنا لليوم. وهيدي كانت الافكار اللي اعطيتينا اياها لليوم لاجمل باربيكيو هلا بالصيفيه. شكرا لك جمعة. عندك بجنينتك. رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها بنكون مع اخر محطه لواتسون ام تي في. ميرسي.